يا هلا هلا بيكم والله. هلا بيكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اخونا مهدي، اخوتنا العزة للسودان محمد عمر، ماهر ابو بكر، بدر الدين الفاضل، هلا بيكم كلكم. الطيب الشاذ العثمان، طيب معتز، الفاضل علي، جدو صالح، أبو حسين، عمر محمود، آدم، فضل عثمان، يحيى، أبو أحمد، حبابكم، أخونا معاذ حبابك، أبو التوم حبابك، عبد الكريم آدم كوكو حبابك، هلا الناس الجاد داخلة بالله. تشير الأيام دي شايف في يغن بتاع صفحات، القرف بتاعت الجنجة والقحاطة نشطة في قفل الصفحات، لكن ما بحلو ما بحلو، ما نحن فينا مرحلة الصفحة ذات، بنفتح صفحة عادي بتمشي يعني، وين المشكلة؟ بنفتح صفحة عادي بتمشي. هلا شايف في صفحات اتفقدت اليوم، في صفحات اليوم اتفقدت. تسلم كثير اخونا جساس. جينا بجاي من التيك توك، جينا بهنا. عادل عمر، ابو هذولا هدوي حبابك تاج. الان شايف في جغن بتاع صفحات صح، مساء النور والسرور. على العموم الصفحة دي لو ما لقيتوها ف في صفحات تانية ان شاء الله، في ناس عارفينها يعني، في صفحات تانية في ناس عارفينها. المهم الناس حباب، الناس اللي وصلت لسه بس شير لايك شير مبسعات. وانا معتصم ابو شيبة حبابك، عمر ابو صديق حبابك، كلكم الناس تجيب بس ديل. وعليكم السلام. كل بيجيك أمر الموقف عملياتي على كل بيجيك، شيل الصبر. اليوم انا شايف القحاطة شغالين شتل صح، شغالين سواقة والله ما اقسم بالله العظيم غايته ما اعرف، لكن السودان ده وقع في كبة، احزاب ما عندها اخلاق وما عندهم مصداقية وميليشيا كذلك نفس الشيء. نازل كضابين كده وسواقين سواقة، الحرب دي كشفت لنا حقائق الحمد لله. كذابين والله العظيم. السنة لو هم بيقولوا الشيء الحاصل وبيقولوا الحقيقة وكانوا محايدين كان والله بننفع منهم، لكن أنا نازل محايدين، أنا نازل جنجويت وخلاف كده، كذابين كذب ما بعده كذب، وغير محايدين. كل صفحاتهم الآن بتبس في الأكاذيب وبتبس كويس في الطلس، سواقين الله العظيم كذابين كذب كده مبالغ فيه ونشطين في الكذب، لكن الحرب دي وردنا حقيقتهم يعني. دي الناس اللي كان سايقيننا. طيب شايف صفحة إيهاب زي المختفية كده صح؟ إيهاب صفحته قاعدة ولا اختفت؟ يا دوب يا حاضر ده والله العظيم شفتها يصرخوا كده نحن بنشتغل الشغل. المشكله هم كضابين، والمشكله انه صفحات عاملين فيها بنقول موقف العمليات وكضابين، بنقولوا تفاصيل الجنجويت قال الجنجويت الكلام ده انه الجنجويت يجي يقول لك قال نحن كذابين يا زلمه.
الاساسي شيء اخواننا شوف دائما ده تعرف الزول فاقد للاخلاق بس قيس درجة الصدق عنده والله كذابين سواقين وطلاسين كويس نازل انا والله العظيم لو كان عندهم اخلاق كان بنسويهم يعني كان بنحترمهم لكن ما عندهم اخلاق وكذابين اكبر كذبة كذبوها انه الحرب دي على الكيزان دي اكبر كذبة كذبوها واكبر ضلال ضللوا الناس انه احمد تي بحارب في الكيزان مع انه احمد تي وما نحرشه يقلب على الجيش كويس انا ما اعرف صفحة ايهاب دي اختفت ولا شنو الصفحة دي قاعدة تقريبا ما اختفت وما عنده صفحتين واحدة كويس ما هي بلاغات كيدية يعني بيبلغوا في الصفحات بلاغ ورا بلاغ لحد ما تكفل يعني طيب طيب اخوانا نشوف الناس شيرت انا ما شيرت عشان نبدا نخش في التفاصيل ونختصر و نوجز بالله اخوانا الناس ما داري الناس تتكلم عن السيطره وعن البرهان والجماعه ديل الزعلان يا اخوانا الزعلان اول بيزعل يتجاوز بس والله العظيم ما نحن ما خلاص صبرنا نفذ يعني ما نحن بننتقد في حدود الادب لا بنسب لا بنشتم ولا بنقول ولا عندنا مشكله شخصيه مع البرهان نحن الان مشكلتنا مع البرهان في في حسم الجنجويد بس كويس نحن مشكلتنا مع البرهان في التعبئه العامة انه يكون جاد فيها مشكلتنا مع البرهان انه يدق اي مبنى او اي موقع الان متحصنين فيه الجنجويد وهنا انه يستخدم معام يشتغل معام شغل عسكري بحت يعني والناس دي ما شيرت اخوان انتم تشيروا ما انت شيروا معكم الناس شارع يعني تحمل بس البزر ضعيف وشايف فيه قطع فنحن مشكلتنا مع البرهان انه يشتغل والله العظيم ما داري يشتغل يمشي والله في ضباط كتار في البلد دي بيشتغلوا والله العظيم لا تيجي تقيسوني ببرنامج شرعيه ولا ما شرعيه ولا ما يبقى ذلك نحن دارين شغلنا كل يوم بنفقد يعني ناس وكل يوم جرحى وكل يوم ايوه نعم الجيش انا ما اقول لك الجيش قال المؤامره دي فشلت والمخطط ده فشل والجيش استطاع انه يعني فشل المشروع ده وقدم تضحيات لكن كمان الجيش قادر على حسم الفوضى دي قادر قادر على حسم الفوضى دي والله قادر يملك وعنده الامكانيه وعنده المقاتلين وعنده السلاح كويس وعنده كل شيء هل بيمنع شنو انه ما يتحرك ويحسم يبقى في ان الان وين الان يا اخوان انه نازل دارين سقوق لتفاوض والله انا بقول لك جد نازل دارين كويس يسوق لتفاوض والله بالتراخي ده الجنجبيل دارين التفاوض القيادات بتاع الجيش بكلامهم ده دارين سوق لتفاوض ما تسمع تصريحاتهم وشعاراتهم دي لا لا انا ده مش شغالين شغل عسكري بحت لو شغالين شغل عسكري كويس بحت لو شغالين شغل عسكري بحت كان زمان انتهوا من حاجه اسمها ميليشيا كان زمان انتهوا من حاجه اسمها ميليشيا لو شغالين شغل عسكري بحت لكن خلطوا العمل العسكري بالعمل السياسي ونازل عندهم بقى عندهم طموح عندهم رغبه في الاستمرار في السلطه وفي النهايه الخاصه هو المواطن انا الكلام ده بقوله لك ما كلام مهم مساي الكلام ده بقوله لك وده الراي العام ذاته بتاع العساكر وبتاع الضباط الداخل المؤسسه دي والله العظيم نحن ناس باركانهم متواصلين معانا بقول لك احنا دارين احسن ما الجيش يعمل كده وكده 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 ويشتغل من كده لكده 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 وبعد ذاك تشوف النتيجه لكن ده كله ما في في تراخي الجنجويد مريحينهم الطيران مريحهم الجنجويد الطيران مريحهم الجنجويد دارين شغل بتاع مباقته ودارين شغل بتاع رجم في توقيت واحد دارين كل المحاور دي تغلي فيهم والله العظيم دارين يشغلون بنفسهم ده المفروض والجيش قادر سلاح واحد ممكن يعمل الكلام ده كله اللي هو سلاح الطيران ما تقول لي الطيران ما بيحسم معركة الطيران ما بيحسم معركة اي نعم ما بيحسم معركة اي نعم لكن الطيران له دور كبير جدا جدا الطيران يشتغل وانت تتحرك شغل ارضي ولازم تعبر الجسور دي كلها والله ناسا
فواحد من الضباط ده قال لي لينا شهر بنسمع فيه انتوا حتعبر الجسر الفلاني، كويس؟ حتعبر الجسر الفلاني، حتعبر الجسر الفلاني، حتعبر الجسر الفلاني، تمام؟ ولسه منتظرين قاعدين بعساكر ومنتظرين. والله بقول انا اخص الموضوع ده، شوف الموضوع ده لمتين. فالشغل ده يا اخواننا اللي يبقى حال حال، ما هو الناس زي عندهم نيه، عندهم نيه انهم ما يشتغلوا، لو خليناهم كده حينوموا. والله العظيم ما تشوف يا اخواننا، هو شوف دائما العسكري لما يشتغل سياسه ما تاني يعني لا ما ترجع منه فائده. والله العظيم لما يشتغل سياسه بيكون اخطر من السياسه. العسكري لما يشتغل سياسه وعسكريه في نفس الوقت مشكله. الان ما في حاجه كثيره، الجنجويد الان قاعدين في الجيل ده، قلنا لك دق الجيل، دق الجسر بتاع الجبل، دق الجسر بتاع حنتوب، معسكراتهم الان قاعدين فيها دي، ام حط طيران دقها كويس بالعبوات الثقيله دي، يشتغل نفس الشغل بتاع يوم 15 يوم 16 يوم 17 بدايه الاحداث. بس كويس عندك التواجدات او التواجد بتاع ارتكازاتهم حول الفاجر دي برضه اشتغلها. ما في حاجه اسمها طيران عند الطلب، طيران عند الطلب ما ينفع، ما في حاجه اسمها طيران الا الجنجويد اللي يخشوا منطقه، قبل يخشوا منطقه نازل يدقوا، ده ايش المفروض شغل يكون ثابت يعني. ده المفروض الشغل اللي يكون ثابت، ما في حاجه اسمها الا يمشي يخشوا المنطقه الفلانيه وبعدين داك حتى الناس تقعد تفعل هاشتاج. انا بلقى الطيران بيفعلوا له هاشتاج، طيران بيفعلوا له هاشتاج، ده انا ما لقيته. طيران بيفعلوا له هاشتاج، ده وين ده؟ ده وين ده؟ ها؟ ما في طيران بيفعلوا له هاشتاج. طيران ده عارف برنامج شنو؟ يدق الدنجا ديل في كل لحظه، سبب بدون سبب. اي حته قاعدين فيها الدنجا ديل جيب القصر، عندك شنو في القصر؟ مستفيد من القصر شنو؟ مستفيد من جسر جبل اولى شنو؟ مستفيد من الجيل شنو؟ مستفيد من المصنع شنو؟ ها؟ هناك سكر مستفيد منها شنو؟ دقة أي تواجد للجنجة ده حطوا جيبوا جيبوا لين فرصينه. حتى المواقع العسكرية اللي أنت انسحبت منها أو المواقع العسكرية في الخرطوم الآن اللي قاعدين فيها دقة سورعاء الطيران ده يشتغل حكاية بتاع أسبوعين، كويس؟ يشتغل أسبوعين، اسبوعين يشتغل يدور بس، بعدك نشوف الانجاز شنو. ما في لعب والله العظيم، والله ما في لعب، ما في تراقي. نحن ننزل تسكت هيشتغلوا بنفس ثقل الدم دي ولا هيشتغلوا بقى الشغله، ما بتفرق معاهم ترى. مواطن جاع، مواطن مات، مواطن ما عارف شنو، ما عارف ده، والله ولا بهمه ولا بهمه، دايرين نستمروا ده فهمه. أو يثبتوا لنا العكس، يثبتوا لنا العكس، يشتغلوا الشغل اللي قلنا لهم ده. والله العظيم الطيارين ما عندهم أي مانع. العائق الوحيد أو بيمنع الوحيد هي التعليمات. ما في طيار بيشتغل كويس من نفسه. عندك طوابير عملاء قاعدين في الفرق دي محددينهم فلان وفلان وفلان وفلان. هسه في منطقة ما، في فرقة ما، في متحرك ما، في ضابط محدد عديل انه الزول ده قبل اليوم ادى تعليمات مقلوطه وحرك قوه، والزول ده عنده تواصل مع فلان الفلاني. ما في زول، ما في زول نهائيا يشتغل به الشغل، ما في زول. يعني انت لا بتحاسب طوابير ولا بتتخذ اجراءات صارمه ولا بتفرض هيبه الدوله في المناطق اللي انت مسيطر فيها. الجنجويد الان بتسلل من منطقه لمنطقه من منطقه لمنطقه، بيمشوا مطمئنين. حتى لو اتمسك بيكون عادي، عنده ناس عادي قد يفكوه ذاته. والله العظيم لحد الان من الدوله دي لحد الان فيها جنجويد قاعدين، لحد الان سفاراتك برا مليانه تعج بالجنجويد، اجراءات ما في، لحد الان الشغل برخوه ونازل بيقتلوا بيستفزوا بيصفوا في عساكرنا وبيصفوا في ضباطنا، كويس؟ وانت ما قادر تشتغل، ما قادر تشتغل. نحن اي نعم بالقانون هاي وبالاعراف، فنحن ما عندنا اكبر من انه نشيل تارنا نحن من اسير دي، ما بنعملها ولا اي حاجه. لكن الاحياء الماشين اللي بتتكبوا وبيعملوا التفاصيل دي، ده لابد من جلدهم يا زلمه. نازل يا زلمه، انت عارف الجنجويد نفسهم ما كانوا مصدقين،
لان جيت نفسهم ما كانوا مصدقين الطيران رايحين بالطريقه دي. اقسم بالله العظيم الناس كان خايفين. الطيران 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 كويس. هسه الان بيقوا في راحه تامه ما مصدقين. كتفتوا الطيران ليه؟ ده سؤال. كتفتوا الطيران ليه؟ ذخيره قاعده طيران قاعد. كتفتوا الطيران ليه؟ ما هي ده السؤال. الناس اللي بتجاوب طيران قاعد كل والله جميع انواع الاسلحه دي موجوده. الطيران مكتف ليه؟ اي موقع انا قاعدين فوق الجنجويد جيبوا ارضي. ما في زول بيسالك منه. ما قاعد فوق جنجويدي. دقوا. هو في دمار اكثر من الجنجويد ده؟ هما الجنجويد نفسهم لو مارقين من حته بخلوها يبيوت المواطنين جي مارقين منها دقوها اربيجيهات. كويس؟ احنا دايرين تعامل عسكري، دايرين نشوف في شغل عسكري عديل. حتى ان هزمت ذات وقال ان هزمت عديل كده في شغل عسكري ممكن نقول الحرب دي فيها الهزيمه. كويس؟ وفيها الهنا حتى الشغل بتاع المسيرات ذاته الان بقى محدود. شغل بتاع المسيرات بقى محدود. فالموضوع ده ما موضوع بتسكت عليه يا اخواننا. ما يجينا زول منظراتي وهمه استمراريه البرهان او بدافع عنه المهم اي ما عارف المهم مهما كان حجته ولا كان هنا يدافع عنه. لا البرهان بعد كده فات الحد. عندنا حاجه واحده، عندنا المقاومه دي ذكرت رابح جدا جدا. ذكرت رابح الجنجويد ذاته. كتروا المسرحيات، كتروا حكايه في موضوع الاستنفار. كل مره عاملين مسرحيه بمستنفر، دارين يدخلوا الناس شريحه ودارين يوصلوا منه المستنفرين بيتم جقمهم. وهنا يعني موضوع الوزبين يلا الاستنفار ده. انت لو كان وظفت توظيف حقيقي واشتغلت شغل جاد وسلحت المستنفرين وطوال انخرط ورميت بين في متحركات واشتغلوا كان الشغل ده جاب نتيجه. ما هو خلاص في المقاومه الشعبيه دي خلاصك في سلاحك. الجنجويد ده ارجل مننا ما ارجل مننا، أكثر مننا ما أكثر مننا، لا أرجل ولا أكثر. أجبل خلق الله الجنجبيد. الجنجبيد دي قلبه زي الطشت ما عنده أي ثبات. أقسم بالله العظيم أجبل شخص الجنجبيدي. ما تشوف لايفاته وتشوف أموره دي، لكن لقى فرصة في إنه السيطرة ما تشتغل شغله. لازم مرتاحين في تحركاتهم دي ذاته. كويس؟ مرتاح. وتعال هنا هسه أنا لو جينا حسبنا الموضوع هذه الأسرة وحسبنا الميليشيا دي مقارنة ببدايته وهسي النازل وينو؟ النازل وينو؟ وينو مقارنة؟ انت اشتغلت الشغل الكثير، فضل الشغل بتاع التشطيب ده تتراخى فيه؟ عشان كده خلاصك في سلاحك. واحنا هاي بنوجه اي زول قاعد في اي منطقه، قاعد في النيل الابيض، قاعد في القضارب، قاعد في اي حته، قاعد في اي منطقه. داهم الفرق اضغطوا على قياده الفرق اجبروهم انهم يسلحوكم. ما تزحوا والله العظيم ده كلام يعني ما فيه رجعه. الناس تمشي تداهم الفرق دي عادي تداهمها. اي قائد بتاع فرقه ده سلحنا وسلح اولادنا النظار والعمال نحن ونلاقيهم. الكلام ده ضروري لابد منه. وفي النهايه بتدفع ثمن انت، في النهايه انت بتدفع الثمن. حتى شفت اللي حصل في تكينا ده، يعني حصل في قرية التكينة. شفت النازل يا هو بس مقاومة كده بسيطة دخلت الجنجويد في الفتيل رغم انه سقطوا شهداء وسقطوا هنا، لكن والله رجال وده زاد فيه رد. لا يزول يقول لك الجنجويد متعاونين او الميليشيا الجزيرة بتعاون. شوف الليلة النازل يكفوا رجال دافعوا عن ارضهم وعرضهم. ربنا يرحم الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى. تفتكر النازل لو كانوا مسلحين بس كان عملوا شنو؟ وكل الشباب دي كده كانوا مسلحين كان عملوا ايش؟ يا اخوان نوايا خلاص في السلاح. تشيل سلاحك تكاتل ده المطلوب. اي زول بيشوف غير كده والله ده طوال يراجع حساباته ولا ولاده مشكوك في امره. انتهى انتهى زمن التطبيل، انتهى زمن. شفت احنا نازل سودنان بجاي سودنان بجاي سودنان بجاي. احنا بعد كده دايرين شغل. دي مطالب حتى الضباط والعساكر في المؤسسه الان قاعدين بيصبروا في الاماميه. شايفين انه الجيش ده بدا يكسل. بدا يكسل في تراخي. في ضباط عديل قاعدين داخل القوات المسلحه دي كويس مشكوك في امره. عديل مشكوك في امره.
في تراخي، في احيانا مناطق كده تسليحه ذات وهمي. نحن بدنا نفقد البلد كويس عشان الناس ونسكت عشان الناس ما تزعل وبرهان ما. لا لا، ما في كلام زي ده يا زلمه، دي ولد يا دي بلد يا زلمه. برهان دار يشتغل يشتغل لحد الان الزول عنده الفرصه، وعنده الفرصه يغسل ذنوبه كلها ناهيك على انه مكن الميليشيا حللها هيئه العمليات، عمل وعمل وعمل عمل ده كله ما بهمنا. هسه الان احنا دايرين انه يصلح غلطه، ما بصلح غلطه البرهان ده والله الا بالردم. الناس كلها ثاني ما تتهاون والله وتمشي، وما هو يكون شغل بتاع لايفات يكون شغل بتاع هنا. نحن بنتكلم على الناس المتواجدين في المناطق اللي فيها فرق بتاع جيش. الموضوع ده ما في النهايه الشغله دي بتيجي في راسك انت. الناس تنطفت عليك كده تمشي تقف قدام الفرق، قدام الفرق سلحونا سلحونا حقكم. اي مستنفر استنفر ما شايل سلاح برضه يمشي يقف قدام الفرقه، ما في حاجه. الا يا اخوانا زول الظاهر عديد كده انه كان مجرم وكان هنا، ده ناس الاستخبارات بعرفه، لكن خلاف كده ما في عذر انك انت مسلح المواطن. ما تقدر تقول لي قال والله العظيم بعدين السلاح والشغل اللي هتحصل فوضى، وانت سلحت ماليشيا زي دي وباحدث انواع الاسلحه ومسكتها مواقع البلد كويس؟ مسكتها مواقع البلد، خايف لك من مواطن شايل له كلاش؟ دار يحمي ارضه دار يحمي عرضه. ده موضوع ثاني ما فيه تهاون ولا اي حاجه. الناس اخواننا هاي والله العظيم اقسم بالله العظيم تتهاون بنفقد بلد، تتهاون اكثر من كده بنفقد بلد. الموضوع ده فات حده. الحل في المقاومه. هسه انا هنعمل جروب كويس، وانا الجروب ده شغال فيه ودايرين فيه مشرفين. الناس تفكر في الموضوع ده. جروب عديل هنا بس مختص بالموضوع بتاع التعبئة العام وموضوع الاستنفار. ناس عزة السودان وين؟ خلق البلد دي فيها كم قوة؟ يعني في زول كده معقول يكون ما تدرب عزة السودان؟ والله ما ندر. في زول كده ما عسكري قديم؟ في بيت كده بتلقى ما بتلقى فوق عسكري قديم؟ سواء كان تابع للشرطة ولا تابع للديش ولا تابع لهنا؟ مستحيلة كمية من الناس بيضربوا سلاح يا زول جنجي، وشلون راح يقولوا بينه يقول له ادبه ويستهتروا بالناس. الجنجاوي اساسا ما رجال يا زول هاي. الجنجاوي اساسا ما رجال، اقسم بالله العظيم الجنجاوي ده الحد ومحد وحياة الله. التسليح ده خلاص تسلح نفسك، تعال بعد كده شوف التغيير، والله تلاحظ التغيير انت بنفسك. مواطن تسلح نهائي، ما في خلاص غير انك تسلح. كويس؟ مستحيل هسه في الله يبدينا في كم عزة السودان؟ مستحيل زول بيعرف يجر اجزاء ولا يضرب ذخيره. هي الشغله انت قالها بالقلب، هي لو في القلب وما جنجوي ده عندهم قلب، ما قلبهم يا هو بس. السلاح ده والله العظيم مقاولين نفسهم بالسلاح، اقسم بالله العظيم في الجزيره ده حصل منظر، والله العظيم شبلي والله دخلهم في فتيل، والله قرابه السبعه نفر، اقسم بالله شبلي ما قدروا يعملوا له حاجه. قال لا متجابوا زي اللي هناك. كويس؟ هسه الآن لو بس أنت عندك سلاح، ولا الناس دي كانت مسلحة، ولا كان هنا كان الموضوع ده وصل لكده؟ الجيش ذاته، شفت الإدارة القيادة بتاعت الجيش ذاته هي الواقفة ضد التعبئة، والله كلام بتاع طردي بتاع إعلام ساكت، يجي قائد الفرقة ويقعد يخرج ويضحك ويطلع لك عبارات كده ويقول لك يا زول هو الشغل ما ينفع، الشغل ذاته من بيجي دارين السيوس، ما في حاجة، ما في كلام زي ده. المقاومة دي وظيفتها واحدة، القضاء على الجنجبيل. وتأمين المناطق بس، القضاء على الجنجويد وتأمين المناطق، ده القرض من المقاومة دي. لا تتحزب ولا تتبع لجهة ولا، ما في كلام زي ده. ده المفروض يحصل، ده المفروض يحصل. طيب نتكلم عن موضوع محمد صديق. اخواننا شايف الكلام كتير وشايف الجنجويد، ما طبعا هو الجنجويد ده اخواننا ما مؤاخذين اصلا، الجنجويد كذاب. هسه انا جبل في تيك توك الجماعه قال لي جنجويد، قلت لك الجنجويد انا ما بستضيفه ليه؟ حي جنجويد ده انت لما تستضيفه حيقول شنو؟ اصلا الجنجويد كذاب وعارف نفسه وفي كل العبر. انت لما تضيفه ذاته كده بتديه شرعيه وبتعترف به كويس وبتقر باعماله البعبله دي. بس الجنجويد ده الناس يعني تتجاوز نهائي، لا تخش معاه في نقاش، لا ترد عليه ولا تعتبره. انا الجنجويد ده عديل كده ما عندي له حاجه، ولا بخش معاه ولا
شفت لو يا نزع بعدين جود زاد ما بتناقش معه ولا عندي له اي حاجه على الاطلاق. فيما يتعلق بالموضوع بتاع البطل محمد صديق، محمد صديق ده كسر على الجنجوي ازلام ازلام. محمد صديق ده عليه رحمه الله مات بطل والله العظيم، ودخل الجنجوي في الفتيل واسب الداكو في جروباته ليه، وكان يمسكوا حي وكان محمد صديق بالمناسبه النازل الكلام ده هم انا اتحداهم خليه يجيبوا الفيديو كامل، اتحداهم الجنجوي خليه يجيبوا الفيديو كامل السبات السبت محمد صديق ده خليه يجيبوا الفيديو كامل يقول لك قال انا محمد صديق ده وكان هارب لا هارب لا حاجه. محمد صديق ده اساسا طلع فزع طلع فزع. محمد صديق ده الحته اللي انقدت الفيه ناس عمك هارون ديل، محمد صديق ده طلع فزع وطلعوا عربات بتسليح محدد وبعدد بسيط وقعوا في كمين. كمل ذخيرته معاه كمل ذخيرته معاه ما يشغل يا اخوانا اساسا فيها طوابير زاد. شفت حتى المتحركات دي لو الاستخبارات ده ما اشتغل الشغل زي الناس في كميه بتاع الطوابير في كميه بتاع الطوابير. فوالله العظيم الزول ده مات او استشهد واستشهد كويس رافع راسه. ومحمد صديق ده من كلامه عديل من البدايه رجع لفيديوهاته قال لك شنو؟ قال لك اصلا الشغله دي احنا عارفين مصيرنا شنو يعني كويس؟ قال لك احنا عارفين مصيرنا شنو. فسبحان الله الموقف بتاعه ده هزم الجنجويد وزادنا اصرار وزادنا عزيمه. والناس اللي بيقول لك ليه ولازم محمد صديق ده اساسا بدا مشوار ونحن ان شاء الله هنكمله. تكملت المشوار ده بتسليح المقاومه الشعبيه. دي تكملت المشوار ده. دي تكملت المشوار. تسليح المقاومه الشعبيه. الناس داري تجيب حقها بالمقاومه الشعبيه حق محمد صديق. ودخل الجنجويت في الفتيل. رغم انه الايام دي ابواهم شقالين وجاري وجاري جاري وانت زول عليل كده وسلاحاتكم يا اخواننا موقف زي اتخطى فيه مع مصدق ده لو ما انت صحيح صحيح راجل لو ما انت صحيح صحيح راجل وشبعان الاجاره صحيح صحيح اقسم بالله العظيم الاسره ده ما حاجه سهله ما حاجه سهله. وشام ريحه البارود ومع عدو ما عنده اخلاق كويس يعني ده موضوع والله ده لو واحد تاني هسه بتفاصلوا عليه لو كان واحد فين في الحته دي اقسم بالله كان لو قال له قول شنو داك بيقول. لكن محمد صديق بيقول برود قال له من ناحيه رايك شنو جاهز يا جاهز شنو نازل انت وهم ولا شنو؟ عشان كده الموقف ده احرجوا ودخلوا في فتيل وما قدروا ينتزعوا منه ولا قدروا يكسروا ولا قدروا يجبروا ولا قدروا يكرهوا انه يقول اي كلام كويس او يكسروا عينه. فلذلك اقرب حاجه عملوها دقوا مجموعه لكن اقسم بالله العظيم درسهم في السبات. انا نازل بقول لك الزول ده وكان معرض والله العظيم كهنه بوت محمد صديق اشرف من الميليشيا دي قاطبه. الزول ده رجل من الميليشيا دي كلها اقسم بالله العظيم في الخرطوم وفي باقي المناطق وفي السودان وفي خارج السودان. هزول ده رجال منكم والله العظيم وعد ووفى ووفى وعد ووفى والتحيه ومشواره اقسم بالله العظيم بنكمله باذن الله. وزي ما قلنا لك يا اخواننا لا تراجع لا تراجع ولا استسلام. والله الموضوع ده نحن حنمضي فيه قدما وريناكم اقسم بالله العظيم ما حنجيف حق محمد صديق. بيجيبوا المستنفرين بيجيبوا المقاومة والله العظيم إن شاء الله. وزي محمد صديق المفروض شفته في كل ولاية عمل له تمثال مرعب الجنجوي قاهر الجنجة أزلام أقسم بالله العظيم رقم سلاح ورقم دنياتهم ورقم عاملين فيهم شارحين الناس أقسم بالله استخف بهم واقف زي الأسد واقف زي الأسد. عشان كده فقدوا المنطق كويس صفق واتحداهم خليه يجيبوا الفيديو كامل ما زي الترند بتاعهم بتاع زولهم الخايف قال ماني خايف داك زول قال ماني خايف شويه كده جا قال ماني دعامي عديل كده نكرهم بالمره فالتحيه له يا اخواننا
وده مرعب الدنجة والله وكسره وزلام كويس. طيب ندخل في موقف العمليات. موقف العمليات يا اخواننا الفاشر جاي طبعا كعادتهم شغالين تدوين ودونوا المناطق المكتظة بالسكان. ليهم كم يوم شغالين تدوين؟ مستهدفين المواطنين عديل استهداف مباشر، مستهدفين المواطنين وسقطوا عدد من المواطنين شهداء نزل الله ربنا يتقبلوا معايا للشفاء للجرحى. واليومين ديل شغالين تدوين رغم انه الطيران زار واشتغل، لكن برضو امس والليله كله الطيران اشتغل لكن برضو يعتبر شغل ما مرضي بالنسبه لنا، ما مرضي ليه؟ لان نازل تجمعاتهم الموجوده وعندهم ارتكازات قاعدين ندي احداثيات وطوالي للسيطره وهم عارفين يعني التفاصيل كويس، و المفروض يتعاملوا معاه. المفروض هناك يكون في طيران يمسي ويصبح وينوم الجنجويت اللي هناك ده بالطيران. شوف هناك نحن وليلة الفجر دي لو ما لقى الطيران قاعد 24 ساعة والله العظيم، وجاي زاد ومرك كابس النازل واشتغل مع الحركات دي شغل عادي الموضوع ده كويس. ما مطمئن، ما مطمئن. في ناس ما عارفين اخوان الفجر دي فيها جيش كبير جدا جدا، فيها جيش كبير جدا جدا، فيها حركات مسلحة، فيها مستنفرين، فيها رغم انه قاعد الفرقة هناك يعني في التسليح يعني ما شقال يعني المواطنين هناك او المنضمين دي ما مدينهم الذخيرة الكافية. انا رجو كلمنا والله معاهم انه يسلحوا كل من قادر على حمل السلاح في الفاشل، كل من قادر على حمل السلاح في الفاشل حتى النساء يتم تسليحهم. بالمناسبة المرة بتكاتل إلا عندنا بس في السودان النازل حاجرنا والله العظيم، وده فهم يقول لك المرة شوف الأسيوبين ديش الأسيوبين دي فيه نسوان قدر شنو، شوف الجيش الأفريقي دي كلها فيها نسوان، فيها عنصر نسائي بكاتل، نسوان ديل بكاتلوا ما في أي مشكلة، نسوان ديل بضربوا ذخيرة عديل كويس. أنا لو الأمر بيدي والله حتى النسوان يشيلوا سلاح يعني، وين المشكلة؟ فالفاشل عصية على الجنجويت، والفاشل مقبرة الجنجويت، عصية على الجنجويت ومقبرة الجنجويت. شايف في واحد كده بخط روابط في البس وخدت الصورة بتاعتي، الناس ما تدخل على الرابط ده كويس، خدت الصورة بتاعتي بخط روابط كده في البس، نحاول نحظره، امسك البلوك ده شلناه برا، لا لا طم حظره تمام. فالفاشل بخير يا اخواننا والناس تطمن، الفاشل بخير والجنجويت. وقبل ما نتكلم عن الجنجويت التحية لناس الشرطة، شوف البوليزة احنا لما كنا اول بنقول يا اخوانا البوليزة حتى المرق من العاصمة واللي تفاجئوا بالاحداث دي انه يتم يعني استيعابهم في باقي الولايات ويمشوا ينضموا، عارفين البوليس بيقاتل، عارفين البوليس بيقاتل، البوليس ده بس ساكت. شفت الجيش ده اتعامل معاه في البدايات كده على سن القوه شبه عسكريه والكلام ده، دي فلسفه ساكت، زول بيضرب جميع الاسلحه، حس في الفاشل شغالين برام، شغالين برام كمان ماسكين مواجهات برام بوليس في الفاشل، ناس العمل الغازل والله العظيم شغالين شغل زي الحلاوه، شغالين شغل كويس زي الحلاوة. فالتحية لبوليس الفاشل عموما والله العظيم، الفاشل عصية عليكم أيام جبتوا الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا وتاني بنقول انتوا الفاشل ما بتخشوها وخيانة ما في، وأي خاين في الفاشل أخواننا الناس ما تقصر معه، أي خاين في الفاشل نهائيا ما تتباطوا معه ولا تتواطوا معه ولا تمهلوا ذاته، سلموا قدام لو شمت فيه ريحة بتاعت خيانة سايس سلموا قدام على الاطلاق. شفت اسمه شنو تهاون ده، ده اللي بيدفعكم الثمن، ده اللي بيدفعكم الثمن. فالفاشر عصية على الجنجويد، والطيران دمر عدد من العربات، كذلك المدفعية برضه دمرت عدد من العربات، في فتور الجنجويد فتروا كويس، وتقدمهم من المزعوم اللي كان في صفحات القحاطة ذاك طلع ساكت الجنجويد بعيدين كويس كل البعد. نجي لبابانوسة، بابانوسة برضو صامدة ما فيها حاجة، نجي للأبيض ما فيها حاجة غير مدفعية الجيش اليوم دونت
الاتجاه القربي. ابي اقول لهم طيران اشتغلوا شغل بتاع مدفعيه الليله يا اخواننا، اشتغلوا طيران مدفعيه دي برضه ما كعبه، لكن برضه اشتغلوا طيران. امس في البث بتاع هنا قلنا طيران ما قلنا مدفعيه، ورسلنا لهم يا اخواننا التجمعات بتاعت الجنجبيت الحول الابيض دي لابد من تشتيتهم، لابد من تشتيت تركيزهم، ما يحسسون بالامان ولا يحسسون كويس. اسمه شنو؟ بالراحه. المفروض الطيران ده يدقهم سبب برا سبب يعني. التحيه برضه للفرقه والاجانب اللي الان ما قاعد اخاف عليهم نهائيا. طيب نجي لغربيهم درمان، غربيهم درمان في تقدم ملحوظ. التحيه للكونغو، التحيه لنصبوطيره، التحيه لنصبوطيره قبله بلاء حسد في غربيهم درمان. والله العظيم اتقدموا وانجزوا واشتغلوا شغل تقيل جدا جدا. الميليشيا كعادتها الجبانه دونت المواطنين يعني، وفي عدد من المواطنين سقطوا شهداء نزلوا من ربنا يتقبلهم، والحمد لله رب العالمين يعني الوضع مستقر في بعض يعني الا بعض الجيوب في ام درمان. والمساله بتاعت المدافع والنادي والله العظيم نتكلم مع ناس زي يا اخواننا، يجب التعقب ويجب الرز ويجب التعامل الفوري، دي ارواح بتاعت ناس، ده ما موضوع سهل يعني كويس. الناس تكون جاده في الموضوع ده. ما هو احنا قلنا لك شوف السيطره دي لو كان بنفس الحماس اللي حربوه الاذاعه خلوا نازل انفتحوا قربا ثم زحفوا جنوبا كان الجنجبيل ده الموضوع انتهى والله العظيم. لكن بطء سير العمليات بحجه ونعم انا الحتات دي يعني حرب المدن الجهاد انا بقول لك ما في مشكله اشتغل فيها بفهمك، لكن اماكن تواجد الجنجبيل وتجمعات الزهره دي المفروض الطيران المفروض برضه يدق صالحه، يدق اتجاهات صالحه دي الجنجبيل قاعد هناك يدق بسبب بدون سبب يعني في اي زمن ليل نهار في اي زمن يتم التعامل معه. طيب برضه في مدرمان الليله قبضوا اثنين من الاسرى بتاع الجنجبيت ديل تم اسرهم، برضه في اثنين من المتعاونين برضه تم استلام، كذلك عدد من العربات تم تدميرها. وزي ما قلنا لكم اخواننا الصبطيرة والله شغالين ماسكين مواجهات برام، وشغالين يزحفوا كويس، وشغالين يثبتوا في ارتكازات ويتقدموا قدام، والله شغالين مع الناس زي شفتها بالشوارع بالبيت بيت. التحية لهم، اشتغلوا في الدوحة شغل مشرف جدا جدا، فالتحية لهم. وكذلك عندك المدفعية برضو اشتغلت شغل كويس جدا، برضو شمال بحر المدفعية اشتغلت، وزي ما شايفين ناس الكادر ما خذلونا لسه تمارين مستمرة والارتكازات المتقدمة ثابتة زي ما هي. كمان حول القيادة بقيادة هناك المدفعية شقالة. عندك السوق العربي برضو في هدف تم التعامل معه، وعندك في مبدات برضو نرجع لموضوع مبدات، مبدات برضو الجيش متقدم فيها وشقال يا اخوان. الموضوع بتاع مبدات في ناس بيقول لك انا مشيت، كم نفر يتواصلوا معي بيقول لنا احنا مشينا ونزل ما اشتغلوا بينا او قال لنا ما تمشوا البيوت. ده طبعا تقرير او تقدير الناس اللي قاعدين هناك، فقال لك ما تمشي انا نعمل شنو يعني؟ ما دي حاجه هم بيعرفوها يعني. كم نفر كده مشوا قال لهم يا اخي حتتكم دي بالذات اللي احنا لسه عندنا فيها فهم ولسه عندنا فيها راي، ما مسمع لكم. الرجعه وهم زعلوا يعني، ينتظر يا اخي انتظر 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 الفتره دي كلها. قال لك فيها شغل معناها فيها شغل، حتى الجامعات برضه ممكن تنتظر شويه يعني كويس، انا تنتظر يا اخواننا ان شاء الله بترجع. طيب عندك بحري المدفعيه اشتغلت شغل كويس جدا جدا، وعندك برضه التكاليف المتقدمة بتاعت سلاح الإشارة ثابتة كما هي، وكل كان بيعملوه جنجبيل ده طلص وشغالين تدوين وضرب من بعيد، لكن ما عندهم أي حاجة. كذلك الجزيرة الجيش يعني شغال في الجزيرة، أي نعم الشغل
بطيء لكن في حركه شويه، في حركه شويه في الجزيره. لا لا احنا بنطالب بالكلام يا اخواننا، هاي الناس تشتغل، الناس تشتغل وتتقدم وتمشي، الناس تملكها كويس. الاحباط تمام، الناس الاحباط يتملكهم يشتغلوا. طيب عندك برضو في سنار، بسنار الجنجويت برضو يعني عندهم كان محاولات ياي سبايسة برضو تم التعامل معاه وندقوا مدفعية صح. ندقوا مدفعية صح والله العظيم. انا شايف انه شفت المصنع الجنجويت دل عندهم قوات او عندهم جماعة هناك في المصنع، انا شايف انه اي مبنى فيه جنجويت والله ما بلزمنا يتم بلو، يتم بلو. المفروض يكون في شغل بتاع طيران مكثف، طيران مكثف والله بلا عدد. ده الدواء، ده الشيء المفروض يحصل يعني. طيب النيل الابيض، النيل الابيض طبعا فيها بعض التجاوزات وفيها بعض التساهل او التهاون او التراخي من بعض منسوبي الاجهزه الامنيه نفسهم. ما في ما في ما في ما في جديه والله العظيم. احنا نازل حيرونا والله، تقول الواحد في حاله بتاعت سلم واللجن كويس، ما في جدية على الإطلاق نهائي، ما في جدية يا أخي. أنت قاعد في ارتكاز، قاعد في تفتيش، قاعد في هنا يا أخوانا. الجنجويت أنا مكتوب لهم فوش الجنجويتي، العربات اللي بتيجي مع الربيع من لما تطلع لازم أنت تزعل الزول جاي من وين، تلفونك جاي من كده، وأحيانا من تلفونه بتطلع أدلة يعني. لكن التساهل في شنو يعني؟ ده كلام فارغ ساي يا أخوانا. الناس قاعدين في البزة تشير على ده، شير عشان ننتهي من موضوع البلاغات وموضوع البطء في البث والكلام ده. تشتغل لايف يقول لك بطء في البث، كلها بلاغات من يعني كده ناس شير بالله. و انا ما عارف انت قاعد في ارتكاز يعني، يعني اللي بيخليك انك تشتغل مرخي شنو يعني؟ عدم الجديه دي شنو؟ ده كله يدل على عدم الوطنيه. الناس ما عندها وطنيه على الاطلاق. الناس شيء. طيب شايف في حملات برضو في القضارف، حملات مكثفه في القضارف بالنسبه للاجانب. ما هو شفت المواضيع دي لو الناس ما جدوا فيها وما بقت في عديل كده لجان، لجان كويس، لجان عديل كده شغاله، لجان امنيه شغاله عديل وشغل بتعرض، حتى الايجارات تتم مراجعتها، وحتى شفت الناس الجايين داخلين جداد دي اللي يتم فحصهم تمام ويتم التاكد منهم وشغالين شنو طبيعه عملهم شنو الموضوع ده كويس. دقيقة زال لقد انا حزره. محمد عبد العزيز جدا، خلين بله خلين نجيبه محمد عبد العزيز ده، خليه اخد بالك. فالشغلة اخوانا بترجع للضمير. هو انت قاعد في التفتيش ده ما الا يراقبك ضابط ولا الا هناك، الشغلة بترجع للضمير يا زول. انت شايف انت قلبي تعمل فوقه ده ده الصح يعني؟ الصح انك انت تتراقب تتهاون واخوانك هناك بموتوا؟ ده الصح كده؟ الناس يكون عندها ضمير. احنا والله العظيم دارنا في البلد دي عندنا ازمه بتاع الضمير صراحه، عندنا ازمه بتاع الضمير. اي زول همه نفسه بس. في ناس في الارتكازات الان شغالين ينقطوا في مصاريفهم وما عندهم مشكله، ان شاء الله البلد دي تحرق يعني والله العظيم. فالموضوع ده ما صح. اهم حاجه اخواننا التفتيش، واهم حاجه الناس تربط قاشة وتشتغل وتشتغل صح يعني، ده المفروض يحصل. طوالي شفت اي اجنبي ده تتم مراجعته، طوالي فحصه جاي من وين والطريقة اللي دخل بها ورقمه سليمة، طوالي يتم ارجاعه، طوالي يتم ارجاعه ورقمه سليمة يرجع طوالي. بلد سايبة، بلد خليناه سايبة، ده يزول داخل مارك في النهاية. شوف دفعنا الثمن في النهاية، ضرونا الاجانب نفسهم يعني، ضرونا ناس حميدتي نفسهم الاجانب، استوعبناهم واديناهم اوراقهم. بقى على البيض، البيض الحمد لله رب العالمين صمود وبساله وثبات.
الروبوت دي جيشه بيختلف. هو الهجانه دي ترى كلام امور، الهجانه دي كلام امور. ده قال التكين، التكين ده اتكلمنا عنه قبل، قلنا لك انه جنجبيل استباحوها وجبنا الجنجبيل، جبنا ناس باسلحه متواضعه بس وقفهم في حد ملا، يستخدموا كمان اسلحه ثقيله عشان يرهبوا الناس. ربنا يرحم الشهداء وكل القرى هناك بالمناسبه مستهدفه، يعني الشغل ده ما حيقف على التكينة ولا حيقف. في بعض القرى حتى الان وصلتهم تهديدات عديده، يعني في بعض القرى وصلتهم تهديدات. احنا عشان كده لما نقول لك يزول السلاح عشان يدافع عن نفسه ويدافع عن ارضه ويدافع عن عرضه، والسلاح ده اصبح يعني انا ما اعرف حتى المفروض يعني النظار والناس اللي لهم تاثير ولهم كلمه يطالبوا بالموضوع ده، وحتى المقتربين اللي قاعدين برا برضه تتعامل جروبات الناس توفر السلاح باي شكل. والله العظيم ممكن تبيع اغلى ما عندك عشان تشتري سلاحك، لانه سلاحك دول بحميك وبحفظك وبحفظ مالك وبحفظ ارضك وبحفظ لك كرامتك انت ذاته قدامه عرضك يعني، وبتقدر تدافع عن عرضك وارضك. ما في ما في ما نهائي ما في حل. خلينا الناس تسلح وتشيل سلاحها، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا. والله العظيم الناس تهاب في موضوع التسليح ده، تدفع ثمن ثمن غالي. سلاحك خلاصك، فعلوا لنا الهاشتاج ده يا اخوان، اي زول فعل الهاشتاج ده، سلاحك خلاصك. طيب المربعات يا يوسف ما ترجع هسي كويس، المربعات يا يوسف ما ترجع هسي، انا كلمتك يعني بعد كده تعنتي والحاجة اللي هنا. والله العظيم الموضوع بتاع التسليح والموضوع بتاع المصنفرين ده طبعا قلت لك شغل اعلامي ساي، رغم انه النشطاء ما قصروا يعني يشتغلوا على الموضوع ده ويعني ثبتوا الناس وحسوا الناس انها تمشي وتتسلح وكده، لكن الخزة جات من قيادة الجيش، ما جادين في الموضوع ده على الاطلاق، ما جادين. الموقف العمليات في المصيبة قلناه، قلنا الموقف العمليات اليوم قلناه، قلنا انه الجيش اشتغل في الفاشر كويس وانه الوضع في الفاشر مطمئن، انهم الجندويت شغالين استهدفوا المدنيين. الكلام ده له كم يوم يعني استهداف المدنيين، استهداف مباشر، حتى المعسكرات برضو الجندويت قاعدين يستهدفوا، وانه الجندويت الطيران دقام لكن الدق ده ما مرضي بالنسبة لينا يعني. وقلنا انه المدفعيات الجيش برضو اشتغلت شغل عنيف جدا جدا، قلنا انه الفرقة هناك المفروض تسلح كل من قادر على حمل السلاح، حتى النساء يتم تسليحهم، دي معركة وجودية، وانه الجيش الان وضعه افضل من حيث التسليح ومن حيث العدد، بالاضافة للمشتركة برضو شغالين شغل كويس جدا جدا، ودرسوا الجنجبيل ده والله شغالين، لكن برضو الموضوع ما يعني لسه طالما انه نازل قاعدين حول الفاشر، وطالما انه الطيران بيجي بالطلب وبيجي بيزور او بيقشق اشوات ما ينفع، الطيران ده لازم يكون متمم هناك وشغال 24 ساعة، ده المفروض يحصل يعني. طيب اخواننا لحد هنا ونقف، ولادنا نلتقي غدا باذن الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.